تعرض الاستاذ مكرم محمد احمد شيخ الصحفيين والاعلاميين ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام السابق الى يعني عارض صحي، والحمد لله يعني تم التعامل سريعا مع الموضوع، وهو الان يعني ان شاء الله في طريقه الى احدى مستشفيات القاهره الكبرى، والدوله يعني بكل اعضائها يعني بيتمنوا ونتمنى الشفاء للاستاذ مكرم محمد احمد.